ماذا ينقصنا؟ هذه النية، هذه الإرادة، هذه العزمة على التنفيذ والتطبيق. رحم الله سيد قطب يتحدث عن الصحابة ويصفهم بأنه الجيل الفريد من نوعه، الجيل الفريد الذي كان يتلقى القرآن بنية التنفيذ، إرادة التطبيق. كان يتلقى القرآن بنية التنفيذ، ولهذا الشريعة لم تنزل في المدينة، في مكة المكرمة، نزلت في المدينة المنورة. مرحلة المكية هي مرحلة تثبيت الإيمان، تربية الإرادة في الإنسان، حب الله، حب الآخرة. فعندما جاءت الشريعة لم يكن هناك تردد، يعني الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في المصارعة إلى التنفيذ. مسجد القبلتين، كان ممكن أن سمعوا أن القبلة قد تغيرت، يقولون ننهي الصلاة ثم نفكر. داخل الصلاة غيروا الاتجاه من البيت المقدس إلى بيت الله الحرام، لم ينتظروا المصارعة إلى التطبيق.